صباح الخير. خد يا معلم حط في الفضاء. استاذ احمد صحي ولا لسه؟ لسه نايم. احمد اصحى يا احمد، صباح الخير. انا جبت فطار عشان نفطر مع بعض. احمد صباح الخير. الساعه كام؟ الساعه 9:30. اصحى يا احمد، صباح الخير. اللي صحاكي بدري كده يا زينه؟ انا مطبقه اصلا، ما نمتش، كنت بخلص المقاله بتاعتي. طب انت مطبقه النهارده الجمعه؟ انا عايز انام. ايه علاقه الجمعه؟ انت بقالك 9 ساعات نايم من ساعه ما قفلنا التليفون مع بعض امبارح، الا اذا كنت عملت حاجه تانية يعني بعد ما قفلنا. اصحى قول لي عملت ايه يا احمد. اصحى يا احمد. زين انت عايزه ايه؟ عايزاك تقوم نفطر مع بعض وتقول لي عملت ايه امبارح بعد ما قفلنا. جاي تفطريني ولا جاي تفشيني؟ في يوم من الايام هقفشك، اصلي مش داخل عليا دور الادب اللي انت عايش فيه، وبصراحه مش قادره اصدق ان بقالك 5 سنين ماسك نفسك. ومين قال لك ان انا ماسك نفسي؟ ده معاك انت بس على فكره. يعني انت بتخوني؟ اخونك ده لما نبقى متجوزين. وبعدين مفيش راجل مش خاين، في خاين غبي وفي خاين ذكي ما يتقفش. والله؟ اه. وانت بقى الخاين اللي ما يتقفش ده. طب انا لو قفشتك كنت متاكده ان احمد عمره ما خاين، وبيقول لي كده وخلاص عشان يكسر عندي انطباع ان الراجل المثالي اللي ما بيغلطش.